بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. بداية دكتور نظير، الدراسات المتخصصة تؤكد زيادة ملوحة المياه في نهر الفرات، إلى أي مدى يعني وصلت الأمور لمرحلة الخطر مع هذه التقارير للزيادة المضطردة لملوحة النهر؟ شكرا على الاستضافة. أولا أهلا بكم. بالحقيقة نهر الفرات عندما يصل الحدود السورية العراقية نسبة الأملاح فيه بحدود 600 جزء بالمليون، يعني هي هذه النسبة غير مرغوب فيها للأغراض الزراعية. النتيجة السبب في هذا أنه المشاريع القائمة في تركيا وسوريا مشاريع زراعية مياه البزل كلها تروح إلى نهر الفرات وتجي طبعا إلى العراق، فلذلك الملوحة تكون بحدود 600 حسب تقرير منظمة الأسقف. عند دخول مياه نهر الفرات إلى الأراضي العراقية طبعا أكو مشاريع زراعية، هاي المشاريع الزراعية كانت فيها منظومات بزل، لكن هذه المنظومات لا تعمل حاليا تقريبا متوقفة نهائيا، خاصة السنتين الأخيرة الوزارة كانت ملتهية، ما أعرف بإيش بأمور أي شيء ملتهية على إدارة الموارد المائية في العراق. فلذلك نلاحظ أنه من تحليل العينات تزداد الملوحة بشكل كبير جدا جنوب بابل، وتصل إلى مستويات عالية جدا عند دخول نهر الفرات إلى غار الحمار. طبعا الوزارة في السنتين الأخيرة كانت تتصرف على أساس أنه توجه كمية من مياه السدود إلى الأهوار على أساس استعادة الأهوار، لكن الكميات هذه كانت تتبخر بحدود 4 مليار متر مكعب من هذه المياه تتبخر، طبعا تبقى الأملاح فتزيد الملوحة وتروح هذه كلها تتسرب إلى شط العرب. إذا ما البدائل التي أستاذ نظير، يعني ما البدائل التي من الممكن أن تقوم بها عملها الوزارة من أجل إنهاء هذه المشكلة التي أضرت بكثير من المحاصيل، علما أن هذه المشاكل لم تكن مسبقا في العراق قبل عام 2003؟ فعلا، لكن وزارة الموارد المائية بعد 2003 ما اهتمت بالمشاريع، مشاريع الري والبزل واستصلاح الأراضي تقريبا متوقفة نهائيا. اثنين، دول الجوار بدأت تبني سدود وما حد يفاوضها ولا يحكي وياها على قصص العراق المائية. يعني مثلا أبسط مثال شط العرب، الكارون كان يزود شط العرب بمياه حلوة، حاليا ما في ولا قطرة من الكارون. يعني معناها المياه الواردة إلى شط العرب قليلة شحيحة نتيجة السدود المقامة ونتيجة عدم وجود خطة علمية مدروسة من قبل وزارة الموارد المائية. نعم أستاذ نظير، يعني هناك بعض الدراسات تتحدث عن أنه من الممكن حل المشاكل الموجودة في مياه التي تأتي من الفرات باتجاه الأراضي العراقية. أيضا هذه الدراسات ألا يمكن الأخذ بها من قبل الوزارة من أجل حل المشاكل المترتبة والتي ستؤثر فيما بعد على الاقتصاد العراقي؟ أخي العزيز، صار لنا سنين نكتب عن الحلول، وآخر شيء قبل أسبوعين أقمنا بالتحديد يوم 10 بهذا الشهر أقمنا ندوة علمية في وزارة التخطيط وطرحنا كل الحلول المطلوبة. هناك حلول آنية، ممكن إجراءات آنية تقوم بها الوزارة، وهناك خطط مستقبلية أيضا لتحسين نوعية مياه نهر الفرات ونهر دجلة أيضا. لكن الوزارة ما يعني سيد الوزير السابق مع الأسف ما يعجبه يقرأ الظاهر. نعم الأستاذ نظير عباس الأنصاري المتخصص في شؤون المياه كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.